هدف محمد عبد المنعم في اللحظات الاخيره بيدي نوع من انواع الطمانينه شويه. لكن عايز احذر، طمانينه مش معنى كده ان احنا المباراه اللي جايه ان احنا ضمناها بشكل او باخر. المباريات وكره القدم يعني قلابه بشكل كبير جدا جدا، لازم تحترمها وتحترم المنافس بشكل كبير وتستعد بشكل اكتر من رائع وبجديه كامله بغض النظر عن النتيجه اللي هي نتيجه جيده، فوزك خارج الارض، ولكن الاستعدادات اللي بدات فعلا النهارده، يعني البعثه وصلت امبارح، شفنا من خلال قناه النادي الاهلي ان كان في تدريبات صباحيه النهارده، والتدريبات الصباحيه اعتقادي الشخصي او اكيد كانت المجموعه اللي ما لعبتش المباراه كان خدت جرعه تدريبيه يعني قويه جدا علشان يعني المستوى البدني يكون متساوي. يعني انا في اعتقادي زي ما احنا شايفين كل العناصر اللي حضراتكم هتشوفوها على الشاشه دي عناصر ما لعبتش، يعني هو كله كان موجود، انا عارف كل الفرق كانت موجوده، لكن الطبيعي ان الفرقه بتتقسم اتنين، المجموعه اللي لعبت معظم المباراه بيكون عندها ريكفري بشكل او باخر، والمجموعه اللي ما لعبتش المباراه بيكون عندها زي ما حضراتكم شايفين ده استعداد للتدريب بدني، ده سرعات وبنعمل جامب والحاجات دي كلها، دي معده للمجموعه اللي ما لعبتش المباراه. ليه؟ علشان يبقى المستوى البدني واحد، بيعوض فرق المباراه اللي فاتت من النواحي البدنيه طبعا للعناصر اللي كانت مريحه او ما شاركتش في المباراه، علشان يبقى عندك ميزان واحد، كل اللعيبه اللي بتلعب على سواء المباريات، لياقه المباريات بتفرق، ولكن ميزان اللياقه البدنيه اللي انا شايف انه جيد جدا لغايه دلوقتي، يعني كولر شغال على النواحي البدنيه بشكل جيد جدا، الميزان قريب جدا، كل اللعيبه على مستوى بدني عالي، ولسه بقول لحضراتكم البدايات، يعني احنا لسه في بدايه موسم، اكيد مع المباريات مع توالي المباريات والاحتكاكات كمان لياقه المباريات بتزيد واللياقه البدنيه بتزيد. فعايز اقول لحضراتكم مكاسب كتيره جدا من مباراه، طبعا اول مباراه لينا مع اتحاد، مع فريق قوي اتحاد المنستيري في تونس والفوز 1-0، ولكن دي البدايه، ودايما البدايات بتكون الحمد لله كانت بدايه جيده جدا. حضراتكم عارفين يمكن السوشيال ميديا كان في ناس مستنيه ويعني بتسن السكاكين وبتحضر البوستات وبتحضر الكلام لا قدر الله لو حصل حاجه، لكن احنا دايما عندنا ثقه في جهازنا الفني، عندنا ثقه في اللاعبين، عندنا ثقه كبيره جدا جدا في مجلس ادارتنا، والحمد لله كان الفوز مهم للنقطه دي كمان، ان احنا بدايه قويه لفريق النادي الاهلي، كل اللعيبه يعني بيشتغلوا بشكل خططي وشكل بدني اكتر من رائع، كمان مهمه على يعني للراجل اللي جاي، يعني كولر طبعا كان يهمه جدا انه يطلع بنتيجه جيده في هذه المباراه كبدايه، اولا كبدايه اكيد عندنا او زادت ثقه الجماهير ومشجعي النادي الاهلي في هذا الرجل اللي ادار بهدوء، يعني هو الراجل بيدير المباراه بكل هدوء، حتى التغييرات اللي عملها خلال المباراه بتدل ان هو راجل بيحب الكرة الهجومية، راجل عايز يجيب اجوان، بيهاجم لاخر لحظة، ما بيهموش بيلعب بره بيلعب جوه، وده يتفق تماما مع شخصية النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص يعني موضوع بتاع زمان ان احنا نطلع عشان نتعادل، او يعني لو خسرنا واحد يبقى كويس، الكلام ده انتهى في كرة القدم عامة في العالم كله، وشخصية النادي الاهلي اكيد هي دايما يعني بتسعى للفوز سواء بتلعب جوه يعني جوه بلدك او خارج الاراضي. فعايز اقول الحمد لله دي كانت البدايه، كل التوفيق للاعبتنا الفتره اللي جايه، كل التوفيق ل يعني الاداره الفنيه بقياده كولر اللي ماشي او بدا الحمد لله بدايه جيده جدا، وكلنا يعني شايفين ان شاء الله ان هذا الموسم للنادي الاهلي هيكون موسم قوي جدا.